العملة بتاعت السلام عليكم الأول، العملة بتاعت اللي هي الخمسة قروش اللي هي الزهرية المقلوبة أو اللي أنتوا بتقولوا عليها الفخار، تمام؟ العملات القديمة كل ما تقدم كل ما يبقى لها سعر كويس ويبقى كويسة، وتبص تحت رجلك دلوقتي عينها لأولادك لأحفادك لغيره لغيره، زي ما جات لك زي ما هتجيلهم. احنا مش شارينا بفلوس وفاتحين متجر يا جماعة أو فاتحين بتاع عشان نقعد نقول دي تسوى 100 ودي تسوى 1000 ودي تسوى بتاع، الكلام ده مفيش، ودي مش خطأ، ده مش خطأ، اللي هو المقلوبة دي ده مش خطأ أصلا، تمام؟ عشان نبقى انتوا عارفين، بس ده مش خطأ لأن متواجد منها كتير وبكل الأنواع بتاعتها، من أول اللي هي 2004 لحد 2008 و1992، وفي منها تاريخ مطلوب اللي هو 1991، دي اللي بتسوى ألوفات. فهنعرف احنا أسعار العملة دي كلها كام، اللي هي الشلن اللي هو الزهرية، تمام؟ الشن الزهرية ده اللي هو ال 2000 اللي هو 1992 ده يا جماعة، الشيلين ده ممكن نقول عليه مثلا الأوزان بتاعته اللي هي 2008 و2090، اللي هو ده الوزن بتاعه 2 غرام، القطر بتاعه 18 ملي، السمك بتاعه 1 ملي، تمام؟ العملة دي عشان نقول فيها فلوس كتير طبعا ما تسواش اكتر من 10 جنيه 20 جنيه بالكتير، ممكن هو ياخدها منك ب100 جنيه، ممكن ياخدها بكذا، ممكن ديت حسب السوق والطلب وحسب الكلام من ده كله ما نقدرش نتكلم فيه. فاحنا معانا عملات دلوقتي 5 قروش بنتكلم فيه خطأ معين اللي هو الزهرية مقلوبة او مش مقلوبة او الكلام من ده كله، طبعا ما ينفعش ان احنا نقول على الكلام ده خطأ، تمام؟ ليه؟ لانه مش خطأ، تمام؟ كذلك ال 2004 نفس الوضع، وكذلك برضو ال 2000 واللي هي ال 2008 نفس الشيء برضو، اسعارهم برضو ما تتراوحش يا جماعه فوق ال 10 جنيه، مش عايز اقول 5 جنيه، ولا عايز اقول الكلام دي عشان ما حدش برضو يحبط. ولكن العملات التذكاريه دايما بتجيب فلوس عن العملات دي، ايوه دي لو فيها خطا وفيها كلام من ده، في اوقات بتلاقي فيها اخطاء، بتلاقي فيها ميول، بتلاقي فيها انحدار، بتلاقي فيها مش عارف ايه، الكلام ده كله انتوا عارفينه، تمام؟ ودايما الهواة بيدوروا على الاخطاء، بيدوروا على النوادر، بيدوروا على الكلام ده، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. فالعملة الخمسة قروش ديت اللي هي الشيلين الزهرية ده مش خطأ، اللي هي الزهرية المقلوبة دي ده مش خطأ صك ولا شيء خالص، لان لو كان خطأ ازاي يعني وهي متواجدة كتير جدا في كل بيت مننا، ممكن يكون اقول لك 10 من دول من الشيلين ده اللي هو اللي موجود الفخارية، يعني يكاد يكون انا معايا يجي اكتر من 50 واحدة، فلذلك لو هو يعني كده كنا بعنا بكتير. فاصبح الواحدة ما تجيبش دلوقتي فلوس، بس نصبر. في عندك اللي هي 1991 دي اللي مميزة جدا، ممكن تعمل فوق الالوفات، توصل ل 3000 و4000 وتوصل كمان ل 6000 و8000 جنيه. بس هي فين اللي هي 1991 دي الخطأ، دي اللي هي مطلوبة يا جماعة، انما اللي هي 1992 و اللي 92 مش 91، واللي هي 2008 و2004 والكلام من ده كله، دي طبعا اسعارها ما تروحش من ال5 جنيه 10 جنيه بالكتير. اعرض على المواقع، اعرض على اولكس، اعرض على امازون، اعرض على السوق المفتوح، اعرض على الجروبات، جروب اسمه فيكتوريا، اعرض على الكلام من ده كله، بيقام هناك مزادات وحاجات من دي، ممكن تلاقي للعمله بتاعتك هناك سعر، ما تعرضش اي سعر خالص وتقول لا 10 ولا 20. وقت ما حاجه تتفاوض معاك اتصل بيا على الواتس وقول لي هو عايز العمله ده اهي، اقول لك ساعتها نبيعها له مثلا، احنا كنا بنقول 50 لا يبقى ب100 لان هو محتاجها وعايزها او هاوي او كلام من ده، هنفهم منه بالظبط ونفهم الوضع ايه. انما العملات ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي، السوق نايم وكل شيء نايم، انما هيجي وقتها وهتبقى كويسه جدا وهتتباع كلها، والشيلين ده هيتباع اللي هو الفخار وكل الشيلينات هتتباع، ومش هتلاقي اي عملات معاك باذن الله. بس نصبر شويه نصبر شويه وكل شيء هيجيب سعر كويس جدا باذن الله، تمام؟ شكرا.